باسم احزاب التحالف الوطني الديمقراطي اوجه اليكم اسمى واغلى وانبل تحيه وتقديرا واجلال، ونتوجه اليكم بالشكر والاحترام لحضوركم وحرصكم على وطنكم وتحمل اعباء ومشاق السفر الى صنعاء، ومن وقف تحت اشعه الشمس من اجل ان تصل رساله الشعب اليمني الى كل اصقاع العالم، لان الشعب اليمني عن بكره ابيه مع الوطن ومع قيادته السياسيه وشرعيته الدستوريه. ايها الحشد العظيم، ايها الحشد العظيم، لقد اكدت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي على اهميه الحوار كاسلوب لاداره خلافاتنا السياسيه من اجل خلق استضافه وطنيه واسع، من اجل الوحده الوطنيه وتعزيز المسار الديمقراطي وارساء الامن والاستقرار، وهو ما ارتكزت عليه مبادرات اقامه الاخ رئيس الجمهوريه، وذلك حرصا منه على حمايه دماء اليمنيين وامنهم واستقرارهم، ومن منظر حرصه المسؤول عن كل اليمنيين باعتباره رئيس كل اليمنيين الذين يجددون له حبه اليوم وكل يوم ويوما بعد يوم. وما حضوركم اليوم الا هنا الا تاكيدا لذلك، وما تحملكم من لاعب السفر الا تاكيدا لذلك. لقد شعرت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بعض الاحيان بالغبن من كثره التنازلات التي كان يقدمها فخامه الاخ الرئيس علي عبد الله صالح من اجل الوطن ومن اجل اليمن للاخوه في اللقاء المشترك وشركاء. ومع ذلك ظل الأخوة في اللقاء المشترك يزيدون من درجة تعنتهم ورفع سقف مطالبهم اللامشروعة التي كانت تهدف بالأساس إلى إضاعة الوقت من أجل الوصول بالوطن إلى الفراغ الدستوري والفوضى الخلاقة التي نشهد اليوم في كثير من مناطق ومحافظات الجمهورية على أشكال تقطع وتخريب وفوضى ونهب للممتلكات العامة والخاصة وضرب الخدمات العامة كالكهرباء، وحتى وصل بهم الأمر إلى حرمان الناس من مادة الغاز المنزلية. أيها الحشد الوطني الشريف، لم يعد خافيا على أحد حجم المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها الوطن داخليا وخارجيا، ونؤكد أن الشعب اليمني صار الآن فطنا وذكيا ولبيبا، لن تمر عليه مثل تلك الألاعيب والتآمرات والمخططات والمشاريع الصغيرة التي يتكلب حولها كل القوى الضلالية والكهنوتية والرجعية. فالشعب اليمني هو من سيحمي وطنه، وأنتم أيها الأبطال من ستحمون وطنكم، ومن ستحمون قيادتكم السياسية، ومن ستحمون ثوابتكم الشرعية والشرعية الدستورية، ومن ستحمون ممتلكات الوطن، ومن ستقضون صفا واحدا في وجه أولئك المترقصين، أولئك المخادعين الذين يريدون سوءا باليمن. وأخيرا نقول الشعب يريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشعب